حقيقة نحن اليوم جدا سعداء بهذا المحفل الحكومي بوجود جميع الجهات الحكومية الدوائر والمجالس المختلفة، وطبعا كان التشريف الأكبر بوجود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والكلمة الملهمة ما شاء الله اللي يتكلم فيها، واللي صراحة حمست الجميع للبذل والعطاء اللي خدمة هذا الوطن المعطاء. مثل ما ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن هذا الميلس، هو الميلس اللي منه فايدة، والميالس هي اللي طلعت الرجال، وأعتقد أن هذه أفضل مبادرة تعملها الحكومة، يقدرون من هالمبادرة يستفيدون عشان يخدمون البلاد وحكومة أبوظبي. أهم كلمة سمعتها اليوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هي كلمة التواصل، وقال أن هذه أهم كلمة لازم كلنا نركز عليها لأنها مفتاح للتطور وكل شيء. فوجود الميلس مثل ما قال يساعد على التواصل بين المؤسسات الحكومية، بين أشقائنا الموجودين في حكومة أبوظبي، فإذا تواصلنا نحن بشكل أفضل نستطيع أن نصنع مستقبل باهر لحكومتنا إن شاء الله. جزيل الشكر للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي بتنظيم هذه الفعالية والملتقى اللي أكثر من رائع، والكلمات الملهمة اللي أعطتنا دافع للاستمرارية وبث روح الاجتهاد في الابتكار وللوصول إن شاء الله وصول إمارة أبوظبي إلى العالمية ويكون الرقم الصعب إن شاء الله في السنوات الجاية. الدين الإسلامي وكل الرسالات السماوية تدعو إلى السلام وتدعو إلى التسامح وتدعو إلى المحبة بصورة عامة. هتكلم صراحة عن دور الشعب الإماراتي في إرسال رسالة التسامح. قيل في السابق أن الإعلام هو السلطة الرابعة، ولكن في هذه الأيام هو السلطة الأولى، يعني سهولة وصول الإعلام إلى المستمع وإلى المستفيد وإلى البيوت وإلى أبعد أماكن يكون بسرعة البرق. لابد أن نعي من يستخدم الإعلام وفيما يستخدم الإعلام. يقال أن الإعلام هو السلطة الرابعة، ولكن الآن أصبح الإعلام هو السلطة الأولى. ونحن في شهر رمضان، هذا شهر التسامح وشهر التواصل، وهذه من أهم الأيام التي يستطيع الإنسان أن يبرز فيها كل ما لديه من طاقة إيجابية لنشر قيم التسامح والتواصل والتراحم. ودولة الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال، ونحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من جميع. اليوم الحمد لله أقيمت ندوة أكاديمية في مستوى عال جدا لتخليد ومآثر طيب الذكر الشيخ زايد بن سلطان أعلى الله مقامه، وهذه الندوة وأعمالها ستكون أمام الأجيال القادمة لتستلهم هذه القيم التي عاش لها القائد الراحل، فبنى هذا الوطن وأعطى إشعاعا إنسانيا لكي يتحلوا بتلك الفضائل ويسيروا على نهجه وعلى خطاه إن شاء الله. فالكلمة لأبناء هذا الوطن ولأبناء العالم العربي والإسلامي، بل لشباب الإنسانية، لأن الشيخ زايد كان رجل الإنسانية.
نلتقي اليوم في هذا اليوم، يوم العمل الإنساني، اليوم عظيم لشخص عظيم الشيخ زايد طيب الله ثراه. اليوم وبالتعاون مع جامعة محمد الخامس نستعرض في هذه الندوة جهود الشيخ زايد طيب الله ثراه في العمل الإنساني والأشياء اللي قام فيها في حياته كلها، ولا زالت هاي المؤسسة اليوم تقوم بدور يد زايد البيضاء اللي تعبر اليوم للعالم كله. وصلنا خلال الفترة الزمنية منذ إنشاء المؤسسة إلى اليوم إلى أكثر من 177 دولة انتشرت فيها أعمال زايد، ولا زالت اليوم في استراتيجيات المؤسسة أن احنا نوصل إن شاء الله بإذن الله لجميع دول العالم بأيادي البيضاء. جت فكرة المباريات لتشجيع الجهات الحكومية والجهات الشبه حكومية والخاصة لتعزيز نمط الحياة اليومية حتى إذا كان في شهر رمضان. عندنا حوالي 30 جنسية مشاركة في البطولة، جت من مختلف الجهات. عندنا عدد من الجنسيات أيضا العربية، المواطنين بدوا يشاركون أكثر في الفعاليات الرمضانية والبطولات والرياضة. عندنا من الجهات الحكومية المشاركة شركة المستقبل، شركة الدكتور فراس، وأيضا موانئ أبو ظبي. نحن نعمل في مدينة زايد الرياضية جاهدين لتشجيع جميع الجنسيات من مقيمين دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهم للتمارين الرياضية من خلال تجديد نمط حياتهم اليومي وتجديد اللياقة الصحية. أجواء رمضان بالفوتبول اللي بتجمع فرق كثيرة وعالم، وفعلا أجواء حلوة وتنافسية، فدائما نحن نحرص على أنه نشارك في هالتجمع، تجمع كثير كبير ومهم، يعني بتشارك فيه أقوى فرق أبو ظبي. شاركين احنا شباب يعني جروب، إن شاء الله نبغى نشارك عشان نجتمع مع الفريق في البطولة ونسوي مثلا لما طيبة مع الفريق إن شاء الله، وإحنا مجمعين الفريق على أساس إن نوصل أدوار نهائية، وإن شاء الله فالنا التوفيق. يعني إحنا مشاركين هون ببطولة مدينة زايد، هاي السنة الرابعة، كل سنة برمضان إحنا بنشارك. طبعا الهدف أول شيء تجمع الشباب، إشغالهم بكرة القدم يعني، ونحن جايين هون طبعا ننافس مثل كل سنة بنلعب فيها. والله أتمنى التوفيق للفرق المشاركة، وأهم شيء اللعب النظيف. هاي البطولات كل حد يعني مفروض إنه يسوق نفسه، أكيد في ناس برا يطالعون، في ناس مسؤولين نوادي، فيقدر يسوق نفسه في البطولة. جزيرة الجبيل مشروع تطويري متعدد الاستعمال في قلب أبو ظبي، محاط في 13 كيلو متر من الماء وأشجار القرم. الفكرة الرئيسية من تطويع المشروع هو الحفاظ على البيئة، ونسب بناء منخفضة جدا. المشروع يتوزع إلى 6 قرى: مرفأ الجبيل، سيف الجبيل، ند الضبي، عين المها، وبدع الجبيل. المشروع يتوزع بين شقق وفلل. عندنا بعض قطع الأراضي تتراوح مساحة الأرض اللي حنطرحها للبيع بين 2000 إلى 5000 متر. مساحة البناء تتراوح بين 500 متر إلى 700 متر، على مساحة أراضي بين 1200 إلى 1600 متر. البطولة هذه كان الهدف منها إشراك الجمهور، إشراك المجتمع فيها، وأعتقد أن الرقم اللي ذكروه عن الحضور اليوم
يعطي انطباع أن البطولة نجحت في جذب شرائح المجتمع المختلفة لحضور البطولة هذه. هذا كان الهدف منها والحمد لله حققته. إن شاء الله نتمنى أن في السنين الجاية تكون أكبر وأشمل من حيث الألعاب أيضا وتعددها. في البداية أحب أشكر اللجنة المنظمة لبطولة الشيخ حمدان بن زايد الرمضانية على الدعوة الكريمة وعلى هذا التكليف أكثر من رائع صراحة لإدارة المباراة النهائية للبطولة. صراحة أجواء جميلة وحضور جماهيري بأمانة يمكن من أكثر البطولات الرمضانية اللي أشوف فيها حضور جماهيري. تنظيم أكثر من رائع وأداء مميز كان من الفريقين. أعتقد من أنجح البطولات الرمضانية السنة. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في البطولات القادمة. أول شيء هني المنظمين على البطولة ويعطيهم العافية الحكام وعن اللي هداف البطولة صراحة مجهود الشباب هم قصروا صراحة. مبروك لفريق بينونة وهارتلك لنا صراحة. نشكر الشيخ حمدان على هذه البطولة اللي لمت أهالي المنطقة من السلع والمرفا وغياثي والرويس وليوة ومدينة زايد والحمد لله رب العالمين. كانت بطولة جيدة جدا ولكن كانت صعبة شوي علينا نحن بحكم ان تعادلنا في اول مباراه وخسرنا ثاني مباراه ولكن الحمد لله الفريق خدم نفسه وفزنا جميع المباريات لين وصلنا النهائي الحمد لله. اخذنا توجنا جهود الفريق وجهود اللي كانوا وراء الفريق. تشارك دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي فعالية الاحتفال بيوم التراث العالمي في متحف قصر العين والذي يحمل شعار المناظر الطبيعية الريفية لهذا العام حيث يتمحور حول حماية التراث الإنسان وتسليط الضوء عليه. سيقدم متحف قصر العين خلال الفعالية أقسام مختلفة من الحياة البرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي البيئة الزراعية والبيئة الصحراوية والبيئة البحرية إضافة إلى قرية الطفل. كما سيتخلل أرجاء القصر سوق المأكولات الشعبية وورش عمل متنوعة للأطفال بالإضافة فن من فنون البحر الذي سيعرض أول مرة في متحف قصر العين. أبدعنا باليوم اللي هي الحديقة الزراعية وفيها نواتج النخيل اللي استخدمت في كراسي والعدن يعني سميناها معرض الاستدامة لاستدامة نواتج النخيل على أساس أنها هي تشكل تراث قديم وجددناه بالحاضر وشرفنا أننا نحن شاركنا معاهم كتطوير التراث والدعم لا محدود وهذا بفضل شيوخنا الله يحفظهم وإدارة بلدية العين.